قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر غبرة وقترة، فقال له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ قال له: اليوم لا أعصى. فإبراهيم عليه السلام طمع أنه إن استشفع عند ربه أن ينقذ والده، فتوجه إلى الله وقال: ربي ألم تعدني ألا تخزيني يوم يبعثون؟ وأي خزي أعظم من أبي الأبعد؟ فذكر الله عز وجل له الحكم الذي لا يتغير. قال: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. قال: يا إبراهيم انظر أسفل قدميك. فنظر إبراهيم عليه السلام فإذا بذيخ متلطخ منتن. الذيخ اللي هو الضبع، تحولت صورة آزر والد إبراهيم من إنسان إلى ضبع حيوان منتن، فأخذ فألقي به في النار.